السائلة شيم باء تقول: علي أيام من رمضان، علي أيام من صيام رمضان كنت قد أفطرتها في سنوات سابقة لعذر ولم أقضيها، والآن لا أستطيع أن أعدها تماما، ماذا يجب علي الآن وهل هناك كفارة؟ أخطأت في التأخير إلى هذا الحد فالذي أنساك عدد الأيام. الواجب المبادرة بالقضاء لأنه دين في الذمة ولا يجوز تأخيره من غير عذر. وأما ما حصل من نسيانك العدد فإنك تقدرين عدد الأيام، تجتهدين في تقديرها وتعملي بالأحوط، فإذا غلب على ظنك أنها 10 أيام مثلا وترددت أو ترددت بين كونها 10 أيام أو 9 أيام اجعليها 10 من أجل أن تخرجي من الواجب بيقين. وعليك المبادرة بالقضاء، وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم فدية عن التأخير. نعم.